والله حالة، والله حالة، معليش يعني يرثى لها ومأساوية. إذا كنا نرسل رسائل إلى العالم أننا نقبل المختلف كالسني الذي لا يؤمن بعصمة الأئمة، لا يؤمن بالمهدي المنتظر، لا يؤمن بالتسلسل الإمامي، وهناك خلافات كثيرة طبعا، وهي عقدية بالمناسبة ليست تاريخية، عقدية. ونقبل الآن المسيحي، المسيحي الذي يقول عيسى ابن الله والثالوث المقدس، ولا يعترف بنبوة محمد أصلا، وشيء جميل طبعا، هذا إنساني بشري جميل أن نقبل الآخر كما هو. لماذا لا نقبل أنفسنا؟ ليش؟ يعني إحنا متشدقين بقبول الآخر، لكن مع ذواتنا، مع أنفسنا، مع المختلفين معانا من نفس الصنف. لماذا يضلل السيد محمد حسين فضل الله؟ لماذا أبو عدنان تعلق المسائل الحسبية من وكالته؟ لماذا السيد عبد الهادي يطرد من المسجد وإلى الآن في بيته ويحارب حرب ضروس جدا؟ لماذا فلان يتحدث أن ذاك خارج عن الملة؟ لماذا فلان علان يتحدث أن هذول في مجموعة يناقشون الزندقة ويناقشون ويجوز بهتانهم ويجوز الكذب عليهم ويجوز محاججتهم والتصدي لهم، التصدي؟ لماذا السيد كمال الحيدري الآن محجوز قيد الوقف الإعلامي، لا يمكن أن يصرح برأيه الآن؟ لماذا إذن هذا الاستبسال على إخراج منظرنا بالمنظر المتسامح وإحنا مع أنفسنا لسنا متسامحين؟ مع أنفسنا قاعدين نحارب بعض، مع أنفسنا نضلل بعض، مع أنفسنا نزندق بعض. ما أدري معليش بس واحد يفهمني، يعني هل هي سياسة؟ هل هي متطلبات؟ هل إحنا قاعدين ننافق الغير في الحين أن إحنا مع بعضنا مو متحملين بعضنا، فشلون نتحمل الغير إلا أنه نفاق ومجاملة وموقف سياسي؟ إلا إذا واحد عنده تبرير آخر ديني أستمع له. تفضلوا.